عبد الله مهداب، المنسق العام لمخيمات الجديدة. اليوم تنعيش المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتخييم بمركز الحوزية، الذي يعتبر من مراكز التخييم الجديدة من الجيل الجديد، واللي استقبلنا مجموعة من الأطفال بحمولة تصل إلى 1423 مستفيد. حسب المقاربة المجالية، يعني هناك جمعيات قديمة من الأقاليم الجنوبية، من العيون، كذلك من مناطق ورزازات والراشيدية، من أزيلال، من إقليم بني ملال، من خريبقة، من مجموعة من المدن اللي شاركت في هذا البرنامج من خلال المرحلة الأولى. كيف ما تتعرفوا، المرحلة الأولى جات مباشرة بعد عيد الأضحى، وكاينة مجموعة ديال الإكراهات اللي صادفناها من خلال تدبيرنا اليومي لهذه المرحلة، تتمثل أساسا في إغلاق ديال مجموعة من المتاجر لأنها تتعطل من بعد عيد الأضحى. ولكن رغم ذلك حاولنا أن نتجاوز هذه الإكراهات، ونحن تندبر اليوم البرنامج بشكل محكم من خلال مشاركة جميع الجمعيات داخل هذا المركز في مجلس تدبير المخيم. فهذا المجلس الذي يمثل كل الجمعيات المشاركة، لأن المقاربة التشاركية أساسية من أجل خلق جو تربوي لفائدة الطفولة المغربية. كيف ما قلت أن الحمولة 1423 هذا عدد كبير، يتطلب مجهودات كبيرة، يتطلب كذلك لوجيستيك كبير. الوزارة وفرت جميع الشروط وجميع الظروف، وما ننساوش بأننا لقينا المخيم جاهز بشكل جيد من خلال المرافق ديالو، من خلال البنيات التحتية ديالو، وكذلك من خلال الزيادة في قيمة المنحة التي وصلت هذه السنة إلى 50 درهم. فنظام المطعمة يعني استجاب لكل متطلبات ديال السيلف سيرفيس، يعني التغذية الفردية. كانت عندنا شوية ديال المشاكل النهار الأول والنهار الثاني، لأن جميع الجماعات المخيمة ما تتوصلش في وقت واحد. فيوم الاستقبال اللي كان عندنا هو يوم 15، يعني كان عندنا الوصول بشكل متقطع، فآخر جماعة وصلت عندنا تقريبا في الواحدة ليلا، على أساس أن يوم 16 اكتملت كل الجماعات وانطلق المخيم بشكل جيد في احترام كبير للإجراءات الاحترازية، من خلال التباعد، من خلال وضع الكمامات، وكذلك من خلال توفير مجموعة من المعدات ومجموعة من الوسائل التي تفيد في هذا الإطار. ونحن يعني نقوم يوميا بتقرير يومي نرصد فيه هل هناك حالات ديال كوفيد، ولكن لحد الساعة الأمور غادية مزيان، ما كاين حتى شي مشكل بفضل تضافر الجهود. والمديرية الإقليمية ديال الجديدة دارت مجهود كبير بتوفير طبيب وممرض، وكذلك مجموعة من الأعوان والأطر الصحية لتدبر معنا هذا العدد الكبير ديال الأطفال وديال الأطر المستفيدة من هذا البرنامج. محمد زاكي، مدير مخيم الحوزية التابع لإقليم الجديدة. نتحدث اليوم من مخيم الحوزية الذي يعتبر من أهم المخيمات بالمغرب، والذي عرف
إعادة بناء وإعادة تأهيل مواصفات حديثة في إطار توسيع البنية التحتية وإحداث فضاءات جديدة لاستيعاب الأعداد المستفيدة من البرنامج الوطني للتخييم الذي يعد إنجازا وطنيا وتظاهرة كبرى لفائدة الطفولة والشباب، والذي عرف توقفا بسبب جائحة كورونا، والذي كان المتضرر منه هو الطفل المغربي خلال الحجر وخلال القيود الاحترازية التي فرضت على الجميع. كان المتضرر من هو الطفل الذي عانى من زمن كورونا ويعاني من الإكراه الدراسي، وتكون المخيمات هي الفرصة الوحيدة للتمتع بعطلة ممتعة. ولم تتوقف الوزارة إلا سنتين، بحيث أنه تم تنظيم السنة الماضية صيفيات 2021 التي كانت موجهة لمخيمة القرب، والتي استفاد منها عدد كبير من الأطفال والشباب. الآن نحن في مخيم الحوزية بعد تخفيف القيود الاحترازية وبعد الحالات الإصابة بزمن باب كورونا قد انخفضت في بلادنا. مخيم الحوزية كما قلت هو من أهم المخيمات في الخريطة الوطنية، يستقبل خلال هذه المرحلة 9 جمعيات من مختلف عملات وأقاليم المملكة، وتبلغ الحمولة خلال هذه المرحلة 1423 مستفيدة ومستفيد. الجمعيات التي تستفيد من هذه المرحلة، هناك جمعية المواهب، وجمعية الجمعية الوطنية للتربية والثقافة، وجمعية أفاق، جمعية بصمات، وجمعية الشعلة، والمركز حماية الطفولة بالفداء، والجمعية الوطنية للتربية والثقافة. اللي لاحظتنا في الإحصاء هو أنه كاين واحد مقاربة ديال النوع، لأنه عدد الذكور بلغ 784 918 عفوا، وبلغ عدد الإناث 505 ديال المستفيدات والمستفيدين. الملاحظ حسب الفروع المخيمة، هناك جهات من الملال خنيفرات تأثير بعدد مهم، هناك جهات درعا تفيلات، هناك جهات طنجة تطوان الحسيمة، هناك جهات الرباط سهل القنيطرة، وهناك جهات الدار البيضاء سطات، وهناك جهات العيون سقية الحمراء، وجهات قلميم ودنون. يعني كاين واحد العدد كبير ديال، وكاين مشاركة ديال الأطفال. البرنامج تراهن الأسر على الاستفادة منه بالنظر إلى الوظائف التي أديها، بالنظر إلى الفوائد التي اقتنعت الأسر المغربية بأهميتها في بناء شخصية الطفل، في بناء المهارات الحياتية، وأن الطفل في خلال المخيم بعد اتساع الصورة الإيجابية لدى الأسر، لأنه المخيم أصبح واحد الفضاء للتعود على واحد العدد ديال العادات الإيجابية، وانفتاح القيم الكونية، وأصبحت الأسرة تراهن على أن يستفيد الطفل من المخيم. نلمس ذلك في الأقبال الكبير للجمعيات للمشاركة في البرنامج الوطني للتخييم، الجمعيات المحلية التي بلغت أكثر من 600 محلية، الجمعيات الوطنية، الجمعيات المتعددة، الجمعيات الجهوية، التي توحي بإقبال كبير لدى البرنامج. عرف مواكبة إعلامية من مختلف المنابر الإعلامية ومواكبة مكتافة. البرنامج كذلك يعرف واحد العدد ديال الأسئلة البرلمانية التي تبين اهتمام المؤسسة التشريعية بهذا المخيم، وللترافع على تمكينه من جميع الإمكانيات للرقي بالخدمات التي يؤديها لفائدة المستفيدين. هذه السنة الوزارة تراهن على أن تكون سنة متميزة على جميع الأصعدة، لا التغذية، لا إيواء، لا تنشيط، لا
يعني جميع العناصر التي تدخل في العمليات الكيميائية يجب ان تكون في نوع من من من, من الرقي وان نطور المضامين العامه للتنشيط. هذه بعجاله الفكره على مخيم الحوزيه. السلام عليكم. عز الدين عنالي، اطار بوزاره الشباب والثقافه والتواصل، مكلف بنظام تدوير المطعمه بمخيم المركز الوطني للتخييم الحوزيه. في المرحله الاولى هي بدات 14-15 بداو تيتحقوا الجماعات المخيمه، اللي جماعات جات من مجموعه ديال المدن المغربيه وكانت ممثله بمجموعه من الجمعيات الوطنيه. فالحمد لله حنا كنتواجدوا بالمطبخ المخصص لاستقبال الجماعات المخيمه من اجل تناول وجبه الغداء. الحمد لله بالنسبه للتغذيه كما تعلمون ان هذا العام كانت المنحه ارتفعت مقارنه مع السنوات الماضيه، بحيث انها وصلت ل 50 درهم للطفل، والحمد لله هذا شيء ايجابي باش ان شاء الله الوليدات يكونوا يتناولوا وجبه متكامله، يعني وجبه فيها مواصفات ومعايير ديال الجوده. والحمد لله بان هذا المركز كيجيو دائما لجان ديال لونسا، لجان مركزيه اقليميا اللي كتبع الوجبات وكتبع النظام ديال المطعمه بصفه مستمره. وشكرا.